السلام عليكم. مايكروسوفت عامله نظام جديد للذكاء الاصطناعي اسمه تاسك ماتريكس دوت اي اي، هتربط الملايين من واجهات برمجه التطبيقات اللي هو الاي بي اي في نموذج واحد زي نظام مركزي. يعني تخيل ان انت عندك مهمه طالبه منك ان انت تترجم المستند ده من الكوري للعربي وتلخصه، وبعد كده تحول الملخص ده لملف صوتي. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ ثلاث اضغاط: ترجمه وتلخيص وتحويل النص للكلام. بدل ده كله، لا، هو التاسك ماتريكس اي اي هيعمله كله مره واحده، بدل ما انت تستعين بجوجل ترانزليت اي بي اي عشان تترجم، وشات جي بي تي عشان يلخص، وامازون بولي عشان تحول نص الكلام. دوت يمكن التاسك ماتريكس دوت اي اي بيستفاد من وقت القوه في كل النماذج ديت عشان يكمل المهام المعقده بكفاءه. هسيب لكم الرابط بتاع الورقه دي اسفل الفيديو.